من اول الجسر ما عملوه يعني من اول ما اشتغلوا قعدنا بدون درج لمدة 3 شهور يعني حطونا سكالة خشب هيك احنا نطلع عليها بصراحة وشكينا للأماني وشكينا كمان للمقاول نفسه شركة حدادين يعني شكينا للمقاول نفسه ولا باليد حيلي الآن مواقف ما عندنا درج خربونا إياه مش راضي يعملونا إياه قطعيا أي سيارة بتوقف باب المحل بيجي الشرطي يخالفها والله يا سيدي إذا خفف أزمة قطع رزقنا ما في مصفات عندنا صعبة يعني احنا بنطلب يعني صراحة يعني من الأماني أولا من الأمان يزبطونا الدراج ثانيا يسمحونا هادي عدم الوقوف إنه وقوف ما في عنا يعني إحنا 4-5 مجمعات ما عنا وقوف قطعية سوى ضرر كبير للمحلات اللي هون هذه كلها خفت حركة زالت علينا هون السيارات من كثر السيارات صارت الواحد لا يقدر يفوت ولا يقدر يطلع على المحل يعني الحل المناسب كان عملوا جسر أرضي لو عملوا أرضي لسه تحت الشارع عملوا الشارع تحتيه وصار نفق زي في باقي الصورة الثانية بيكون أفضل من هيك بكثير لانه هيك ما حل ازمه يعني شوف انت الازمه هلا الازمه هاي بتضلها هي الازمه ظلتها هي بس هذا يعني اللي راي على الشارع هيك اللي راي على ابو نصير وعلى المناطق هذيك بس وشغلنا ده زي ما انت شايف ولا حركه ماتت الحركه مره واحده الجسر لسه اليوم ثاني يوم افتتاح للجسر الحركه سلسه جدا بس احنا مش عارفين هي الحركه سلسه بانه اليوم رايق ولا الجسر اللي حل المشكله كم السيارات اللي قاعد بتستعمل الجسر كم كبير نتأمل انه هذا الحل اللي عملوه انه يكون يعني حل ناجح بالنسبة لمنطقة صويلح في الصباح بصير عندنا تكدس عند الدوار تحت عند دوار صويلح وهذه يعني اكيد الأماني عندها حل مستقبلي لها لانه هذه منطقة صويلح بتخدم يعني محافظات الشمال وهي اللي بتربط عم يعني الشمال بالجنوب وبتربط بالعاصمة فالمفروض انه يعني تكون العناية اكبر في هاي المنطقة وحل مشكلة السير فيها هلا بالنسبة للجسر انه خفف كثير ازمة واليوم انا الصبح مريت منه وكان الوضع احسن من اول يعني عرفت جسر الجديد والله حل ازمة منيح يعني كنا نعاني كثير من مصفات السيارات وخاصة باب محلاتنا فالحمد لله يعني مشروع انتهى بسرعة وخلص يعني فيش عزقة فيش أزمة في السير وانتهت المشكلة كليتها وإن شاء الله ضل الحكومة على طول تعتني بالشوارع زيك والله الجسر كثير ممتاز وحللنا مشاكل كثير يعني الأزمة كلها راحت خفت مشاكل الأزمة والعجقات كلها راحت يعني مثل ما انتوا شايفين الشارع انحلت الأزمة فيه بس أثرت على المحلات يعني الشغل بالمحلات انه بطل السيارات تصف لانه الشارع صار واسع بس هذا الجسر خدم الناس وخفف الازمه لكن المشكله في الشارع هذا اللي هو لازم يحط الجسر مشاه لانه امبارح بعد ما فتح الظهريات الساعه 8 في الليل انتعس واحد فالجسر مشاه اللي الناس تقطع الشقه الثانيه لانه بتجي السيارات سريعه جسر انا بقول حل ازمه لكن الأزمة الثانية بدها تنشأ على دوار أو تقاطع إشبيها لا ما بنفع ما بيصير لازم يكون مكان للمشاة خطر جدا الشارع على السايدين على الجهتين والله الجسر ممتاز يعني حل مشاكل كثيرة وحل أزمة سير وريح المواطنين يعني بنشكر أمانة عمال ونشكر جهودكم يعني يعطيك العافية حبيبي شكرا ضم للأنباء قمر الحقيقة.